فيديو سابق تكلمنا عن كيف نمسح غرفة 3D بجهاز الآيفون اللي بيدعم تقنية اللايدر، وبهالفيديو حنشوف كيف ممكن نصدر هالسكان لبرنامج الريفت ويلي ممكن يفيدنا بنمذجة الغرفة بشكل أسهل وأدق. نختار الغرفة اللي عملناها على برنامج سكانيفيرس ونضغط على شير، ونختار Export Model، ومن ثم نختار صيغة LAS لأنه راح نشوف هي الصيغة اللي ممكن نستفيد منها، ونختار واحد من برامج الكلاود زي ون درايف أو جوجل درايف، ومننتقل للكمبيوتر. راح استخدم الريفت 2020. منلاحظ لو رحت على Insert واخترت Point Cloud حشوف أنواع الفايلات المتاحة، فمنلاحظ أنه فقط RCP و RCS ويلي هي بتجي من برنامج الريكاب، فبالتالي نحن محتاجين ننزل الريكاب. هذا هو برنامج الريكاب، في منه نسخة برو ونسخة عادية ستاندرد. بإمكانك تنزل الفري ترايل وبعد 30 يوم راح تتحول لنسخة ستاندرد المجانية، لأنه نحن مو بحاجة لميزات البرو حاليا. الآن حنفتح من هون الملف اللي صدرناه من الجوال وكان بصيغة LAS، وبعدين حنصدره لملف ريكاب RCP بحيث انه نقدر نفتحه على الريفت. نختار New Project، Import Point Cloud، نعطيه اسم ونختار المكان اللي بدنا نسيف فيه وبختار Proceed. الآن بضغط على Select Files to Import وبختار الملف LAS وبضغط على Open وبضغط على Import Files وبختار Index Scans وبختار Launch Project. منلاحظ السكان صار جاهز عندي على هيئة Points، لذلك سموها Point Cloud. بإمكاننا نستعرض وبإمكاننا نعمل بعض الشغلات قبل ما نصدر للـ RCP، عن طريق أنه مثلا نغير الـ Limit Box، نغير مثل ما عملنا Crop بالبرنامج. في عنا هون إمكانية نعمل Crop، ناخد Edit ونختار أي وجه ومنعمل يعني بنعمله بنقصه على المكان المطلوب. هلا في حال كانت الغرفه مايله عندي عن الاكس والواي والزد، مثل ما شايفين هي مايله مو موازيه مع الافق تبع المربعات هي، فشو بعمل؟ بعمل شيء اسمه البوينت ابديت اوريجين، واول شيء بختار اللوكيشن اللي بدي اياه ليكون مبدا الاحداثيات، بدل ما يكون بنص الغرفه راح اعمله تحت هون. بختار النقطة المناسبة لتكون هي مبدأ الإحداثيات، راح أعتبر هذا المكان تقريبا، ممكن انزل شوي لتحت ودور لحتى أشوف المكان الأكثر مناسبة. فلنفرض هذا هو المكان اللي لقيته مناسب. الآن راح أضغط على تاب لحتى شوف الاتجاهات X Y وزد. فمنلاحظ لو عملنا زوم اوت مثل ما شايفين مالها 100% موازية للأفق تبع المربعات. فشو بعمل بهالحالة؟ راح اضغط اول شيء عم يقول لي click to update the direction of Z، راح اضغط على Enter لحتى ثبت الزد لفوق. والآن بالنسبة للX راح اضغط بشكل متعامد على الاكس، يعني هي الاكس بضغط على شكل متعامد عليها بهالاتجاهات وبضغط على انتر، وبلاحظ انه مثل ما شايفين صار الشكل مضبوط على الاكس والواي وصار الزد يبتدئ من هالنقطة هي. هلأ بروح على هوم وبضغط على سيف وبروح على الريفتس، بختار انسيرت بوينت كلاود، بختار الملف وبضغط على اوبن. منلاحظ نزل عندي الملف مثل ما انتم شايفين، بامكاني اروح على ال 3D وبلاقي الملف ظاهر عندي مثل ما انتم شايفين. هلا هون انا بامكاني اعمل عده امور، بامكاني اعمل روتيت ليكون موازي للجدار مثلا، وبامكاني ايضا انه ارفع الليفل تبعه ليكون موافق لمنسوب الصفر، وطبعا هذا السكشن بامكاني اني طبعا لاحظوا لما غيرنا الارتفاع ظهر بالبلان كما ينبغي. طبعا بإمكاني مثل ما شايفين بظهر كل شيء عندي بالسكشن، وبالتالي بيكون أدق لو بدي أخذ دايمنشنز أو غيره. إذن هي عملية جلب البوينت كلاود على الموديل،
عملناها بسهولة وبشكل سريع. ولو عندكم سؤال أكيد اكتبوا لي بالتعليقات.